السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو مرض السل؟ تحدث الإصابة بمرض السل نتيجة الإصابة ببكتيريا تدعى بالمتفطرة السيلية أو عصية كوخ، إذ تهاجم هذه البكتيريا الرئتين بشكل رئيسي، لكنها قد تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم مثل الكليتين والعمود الفقري والدماغ، وهو من الأمراض المعدية بالطبع، والتي تنتشر في الهواء من خلال عطس الشخص المصاب أو السعال أو التحدث مع الآخرين. فلدينا بعض الأعراض البسيطة التي قد تظهر: السعال الذي يستمر لمدة 3 أسابيع وأكثر، ومن الممكن آلام الصدر وفقدان الوزن والشعور بالإرهاق والتعرق الليلي والقشعريرة وفقدان الشهية. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.